السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا طلاب الصف الحادي عشر علمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة الأولى، الدرس الثاني، المتتاليات الحسابية، الجزء الثالث. سوف نتعلم في هذا الفيديو إيجاد صيغة الحد العام للمتتالية الحسابية بمعلومية الصيغة الارتدادية، وإيجاد صيغة الحد العام للمتتالية الحسابية بمعلومية حدين منها. تذكر عزيز الطالب أننا نستطيع كتابة المتتالية الحسابية باستخدام إما الصيغة الارتدادية وإما صيغة الحد العام. فالصيغة الارتدادية تكون على شكل AN equals A1 و AN minus 1 plus D عندما N greater than or equals 2. أما صيغة الحد العام فيكون على شكل AN equals A1 plus N minus 1 times D. التمهيد لكتابة الحد العام للمتتالية الحسابية، فإنه لا بد من توفر الحد الأول A1 والفرق الثابت D. فهل يمكنك إيجاد الحد الأول A1 والفرق الثابت D من الصيغة الارتدادية؟ ما رأيك؟ هل يمكنك إيجاد فعلا الحد الأول A1 والفرق الثابت من هذه الصيغة الارتدادية؟ نعم بالتأكيد. ولنأخذ هذا المثال التوضيحي. أوجد الحد العام والحد السادس للمتتالية AN equals A1 equals 11 و AN minus 1 plus 7 عندما N greater than or equals 2. ما رأيك عزيز الطالب؟ هل تستطيع أن تكتب الحد العام من هذه الصيغة الارتدادية؟ نعم بالتأكيد، فإنها تحتوي على الحد الأول والفرق الثابت، وبتعويض الحد الأول A1 equals 11 والفرق الثابت D equals 7 في صيغة الحد العام، ينتج لدينا أن AN equals 11 plus N minus 1 times 7. والآن باستخدام خاصية التوزيع، ينتج لدينا أن N minus 1 times 7 equals N times 7 minus 1 times 7، والذي يساوي 7N minus 7. عوض ما حصلت عليه في صيغة الحد العام. والآن عزيز الطالب، قم بالتبسيط وبتجميع الحدود المتشابهة 11 و minus 7 لينتج لديك أن AN equals 7N plus 4 وهو الحد العام. أما لإيجاد الحد السادس فقم بتعويض N equals 6 في الحد العام الذي حصلت عليه لينتج لديك أن A6 equals 7 times 6 plus 4، أي أن A6 equals 46، الحد السادس equals 46. المثال الرابع صفحة 16 من الكتاب المدرسي. الصيغة الارتدادية لارتفاع الدرجة N عن سطح الأرض في الدرج المبين أدناه هي A1 equals 7 و AN equals AN minus 1 plus 4 عندما N greater than or equals 2. الفرع A من المثال، أوجد الحد العام الذي يمثل ارتفاع الدرجة N عن سطح الأرض. لاحظ عزيز الطالب أنه من السؤال هنالك صيغة ارتدادية، اكتبها جانبا كما تعودنا عليها سابقا. فA1 equals 7 و AN minus 1 plus 4 عندما N greater than or equals 2. لاحظ أن الدرجة الأولى ارتفاعها 7 إنش، وبعد ذلك فإن كل درجة ارتفاعها 4 إنش، أي أن A1 equals 7 الدرجة الأولى و D الفرق الثابت equals 4. كيف نستطيع كتابة الحد العام من هذه الصيغة الارتدادية؟ نعوض أكيد A1 equals 7 و D equals 4 بصيغة الحد العام لينتج لدينا أن AN equals 7 plus N minus 1 times 4. وباستخدام خاصية التوزيع فإنه ينتج لدينا أن N minus 1 times 4 equals N times 4 minus 1 times 4 والذي يساوي 4N minus 4. عوضها بصيغة الحد العام. والآن عزيزي الطالب، قم بالتبسيط وتجميع الحدود المتشابهة لينتج لديك أن AN equals 4N plus 3 وهذا هو الحد العام. الآن الفرع B من نفس المثال، ما ارتفاع الدرجة العشرين عن سطح الأرض؟ كيف تستطيع أن تجد ارتفاع الدرجة العشرين؟ ممتاز، الحل هو أن نعوض N equals 20
في الحد العام الذي حصلنا عليه من الفرع A، وبالتعويض بـ N20 سيعطينا A20 equals 4 times 20 plus 3، أي أن A20 equals 83. إذن ارتفاع الدرجة العشرون عن سطح الأرض يساوي 83 إنش. حاول أن تحل التمرين الرابع عشر صفحة 19. أوجد الحد العام والحد العاشر للمتتالية A1 equals 9 و AN equals AN minus 1 plus 6 عندما N greater than or equals 2. الآن عزيزي الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب. قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك. لنتناقش عزيزي الطالب بخطوات الحل. لاحظ أن المعطى من السؤال هو عبارة عن الصيغة الارتدادية، وبالتالي فإن A1 equals 9 و D equals 6. الآن قم بالتعويض A1 equals 9 و D equals 6 بصيغة الحد العام، لينتج لديك أن AN equals 9 plus N minus 1 times 6. والآن باستخدام خاصية التوزيع N minus 1 times 6 equals N times 6 minus 1 times 6 والذي يساوي 6N minus 6. عوضها بصيغة الحد العام. والآن قم بالتبسيط وتجميع الحدود المتشابهة لينتج لديك أن AN equals 6N plus 3 وهو عبارة عن الحد العام. والآن عزيز الطالب لإيجاد الحد العاشر عوض N equals 10 في الحد العام، فينتج لديك أن A10 equals 6 times 10 plus 3، أي أن الحد العاشر equals 63. السؤال الآن، هل يمكنك أن تجد صيغة الحد العام للمتتالية الحسابية بمعلومية حدين منها؟ لإيجاد صيغة الحد العام، فإنه لا بد أن يتوفر لدينا الحد الأول A1 والفرق الثابت D كما ذكرنا سابقاً. ولكن كيف يمكن إيجادهما بمعلومية حدين؟ نعوض كل من N و AN بصيغة الحد العام ليتكون لدينا معادلتين آنيتين بمتغيرين هما A1 و D. وبحل هاتين المعادلتين يمكننا إيجاد A1 و D. ولتتضح الفكرة بشكل أفضل، تعال عزيزي الطالب لنتناقش بالمثال الخامس صفحة 17 من الكتاب المدرسي. متتالية حسابية حداها الثاني والخامس هما 3 و24 على التوالي. أوجد الحد العام لهذه المتتالية. لاحظ عزيزي الطالب أنه تم إعطاؤنا من السؤال الحد الثاني A2 equals 3 و A5 equals 24. أولا نعوض A2 equals 3 في صيغة الحد العام حيث N equals 2 و AN equals 3، فينتج لدينا أن 3 equals A1 plus 2 minus 1 times D. وبالتبسيط يتكون لدينا المعادلة الأولى 3 equals A1 plus D. ثانيا عزيز الطالب نعوض A5 equals 24 في صيغة الحد العام حيث N equals 5 و AN equals 24. وبعد التعويض ينتج لدينا 24 equals A1 plus 5 minus 1 times D. وبالتبسيط نحصل على المعادلة الثانية 24 equals A1 plus 4D. ثالثا قم بحل المعادلتين 1 و2 بالطرح، ويكون ذلك بطرح أطراف المعادلات كما يلي: الطرف الأيمن للمعادلة الثانية ناقص الطرف الأيمن للمعادلة الأولى، والطرف الأيسر للمعادلة الثانية ناقص الطرف الأيسر للمعادلة الأولى. لاحظ عزيز الطالب أن A1 minus A1 equals 0، وبتجميع الحدود المتشابهة في كل طرف 4D minus 1D و 24 minus 3 ينتج لدينا 3D equals 21. الآن اقسم أطراف المعادلة على 3 لينتج لديك D equals 7. استخدم إحدى المعادلتين لإيجاد A1 ولتكن المعادلة الأولى، عوض ب D equals 7 لتحصل على 3 equals A1 plus 7. الآن اطرح 7 من الطرفين لتحصل على قيمة A1 equals minus 4.
الآن أصبح لديك جاهزاً A1 equals minus 4 و D equals 7. رابعاً، عوض بصيغة الحد العام A1 equals minus 4 و D equals 7 لينتج لديك أن AN equals minus 4 plus N minus 1 times 7، وبالتوزيع ينتج لدينا أن AN equals minus 4 plus N times 7 minus 1 times 7. يصبح لدينا AN equals minus 4 plus 7N minus 7. الآن قم بالتبسيط وبتجميع الحدود المتشابهة لينتج لديك AN equals 7N minus 11، وهذا هو الحد العام. حاول أن تحل التمرين 19 صفحة 19 من الكتاب المدرسي. أوجد الحد العام للمتتالية الذي يحقق A14 equals 42 و A5 equals 6. الآن عزيزي الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب. قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك. لنتناقش عزيزي الطالب بخطوات الحل. أولاً A5 equals 6، عوض N equals 5 و AN equals 6 في صيغة الحد العام لينتج لديك 6 equals A1 plus 5 minus 1 times D، والآن بسط 5 minus 1 equals 4 لتنتج لديك المعادلة الأولى 6 equals A1 plus 4D، وبنفس الطريقة عوض A14 equals 42 بصيغة الحد العام لينتج لديك أن 42 equals A1 plus 14 minus 1 times D، والآن بسط لتتكون معك المعادلة الثانية 42 equals A1 plus 13D. الآن قم بحل المعادلتين وذلك بالطرح. اطرح الطرف الأيمن ناقص الطرف الأيمن والطرف الأيسر ناقص الطرف الأيسر، فينتج لديك أن A1 minus A1 equals 0، وبتجميع الحدود المتشابهة في كل طرف نحصل على أن 9D equals 36. الآن اقسم أطراف المعادلة على 9 لينتج معك أن D equals 4. استخدم إحدى المعادلتين لإيجاد A1 ولتكن المعادلة الأولى، عوض بدل D ب 4 لتحصل على أن 6 equals A1 plus 16، والآن بطرح 16 من أطراف المعادلة نحصل على أن A1 equals minus 10. الآن أصبح لديك A1 equals minus 10 و D equals 4. الآن عوض في صيغة الحد العام لينتج لديك أن AN equals minus 10 plus N minus 1 times 4، والآن بالتوزيع لينتج لديك AN equals minus 10 plus N times 4 minus 1 times 4، تحصل على أن AN equals minus 10 plus 4N minus 4. الآن قم بتجميع الحدود المتشابهة فتحصل على أن AN equals 4N minus 14، وهو الحد العام. إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه، وإلى اللقاء بدرس جديد إن شاء الله.